إذا متتبعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر. حاليا 11:15 أو 16 دقيقة هنايا ببلدية سلوان أو جماعة سلوان إقليم مدينة الناظور. هذه الجماعة اللي كتبعد على مدينة الناظور بواحد 11 كيلومتر 12 كيلومتر. كما كتشوفوا الأجواء جد عادية هنا في هذه الجماعة اللي تابعة لإقليم مدينة الناظور، وكتعتبر من بين أكبر الجماعات اللي متواجدة هنايا في إقليم الناظور. ولله الحمد ساعات قليلة تفصلنا عن اليوم الأول من الشهر الفضيل، شهر رمضان، شهر القرآن، وشهر التوبة، وشهر الصلاة، وشهر الدعاء، وشهر الصدقة، وشهر الخير، إلى غير ذلك من الأمور الإيجابية والجميلة التي يعني يمارسها المواطن أو المؤمن في هذه الفترة ديال رمضان. بطبيعة الحال في جميع الأشهر وجميع الأيام، لكن في شهر رمضان يكون له واحد الامتياز، ويكون له واحد الجو اللي هو رائع جدا. إذن إخواني أخواتي، كما كتشوفوا هذه الجولة اللي غادي نقوم بها هنا في مدينة سلوان، غادي نحاولوا أننا نشوفوا الأجواء كيف دايره في هذه المنطقة هذه. غادي نحاولوا دائما أننا نشوفوا الأجواء في الشوارع وفي الأزقة، واش الناس داخلين الناس خارجين. كذلك نناقش مع الإخوان المتتبعين اللي حاليا تتابعونا في قناة شوف تيفي، أنه هذه القضية ديال الحظر التجوال من 7 مساء إلى غاية 5 صباحا. طبعا الحال إخواني أخواتي، هذا القرار صدرته وزارة الداخلية، صدرته وزارة الداخلية، وسوف يعني يبدأوا الناس غادي يخدموا به تقريبا في اليوم الأول، يعني يوم السبت غادي يبدأ هذا الحظر، هذا حظر التجوال في الليل، يعني بعد صلاة المغرب، أو يعني بعد صلاة المغرب مباشرة يمنع الخروج بصفة نهائية في مدينة الناظور أو مختلف مدن المملكة المغربية. إذا كما كتشوفوا الحمد لله ساكنة سلوان ملتزمين نورمال، سلوان كتكون في الحركة شوية، كيكون في الناس خارجين شوية، الشباب والناس المقاهي، بعض المقاهي في سلوان كتكون في هذه الوقيتة شوية حلة، لكن الحمد لله كنظن أنه الحمد لله كاين استجابة، وكنحاول أنني نمشي لبعض الأزقة اللي بعاد شوية على الشارع. وكما كتشوفوا الأجواء هنا جد عادية في مدينة سلوان. إذا متتبعي قناة شوف تيفي، القرار هذا بطبيعة الحال حتى الناس اللي عندهم ورقة الخروج أو ورقة ترخيص بالخروج حتى هما ممنوعين من الخروج بعد 7 مساء، يعني مباشرة مع 7 مساء ممنوع الخروج منعا كليا، حتى بالرخصة أو غير رخصة يعني ممنوع منعا كليا. فقط الناس اللي غادي يخرجوا هما الإخوان ديال بطبيعة الحال السلطة، والإخوان اللي عندهم يعني ضروري أنهم يخرجوا مثلا بحال الأطباء والممرضين إلى غير ذلك من الناس اللي خدامين طيلة الليل أو في المستشفيات أو في الإدارات، حراس الأمن الخاص، مجموعة من الناس اللي ربما يكونوا عارفين أنتم تخدموا الليل، هم الوحيدين اللي عندهم الحق يخرجوا ويتجهوا للعمل ديالهم. أما المواطنين أخي محمد فلا يحق لهم الخروج. طبيعة الحال خويا كريم فلدو كنجيو لسلوان بالنهار وكنلقاو الناس خارجين بطبيعة الحال، وهذه رسالة للإخوان في السلطة هنايا والإخوان ديال الدرك والقوات المساعدة، أنهم إن شاء الله تقريبا ابتداء من غدا نتمنى وإن شاء الله تكون حملات، لأنه كاين وصلنا العديد من الرسائل، وصلنا العديد من الناس اللي تشكاو من هذه المنطقة ديال سلوان على أساس أنه الناس كتخرج في بعض المناطق. ثم كتعرفوا بأنه العدد أو العدد ديال الإخوان ديال الدرك الملكي هو قليل، كذلك العناصر ديال القوات المساعدة قليلة، وهذا الشيء اللي يخلي أنه صعيب أنهم يغطيوا جميع التراب ديال سلوان، بما أنه سلوان
فيه مجموعة من الدواوير، مجموعة من الأحياء، العمران، حي السعادة، التضامن، ليراك، النهضة، الوحدة، توريت بوستة، الكشاضية، ولاد شعايب، يعني مجموعة من الأحياء اللي صعيب أنه الدرك الملكي أو القوات المساعدة يغطيوا هذه المناطق هذه. إذن كانت منها من السلطة يفكروا بشكل جيد باش يقضيوا على هاد الناس اللي أو يعني يعتقلوا هاد الناس اللي ربما تيخرجوا في النهار في هذه المنطقة هذه ديال سلوان. وغدا إن شاء الله أنا كان وعدكم غدا إن شاء الله غتكون عندنا جولة على الثانية أو الثالثة بعد الزوال إن شاء الله، غادي تشوفوا بعينكم نشوفوا إحنا بطبيعة الحال. إحنا نتمنى ما نلقاوش الناس، إحنا هادشي اللي كنتمناو له، كنتمناو ما نلقاوش الناس خارجين، والناس إن شاء الله نلقاوهم ملتزمين. ما بغيناش نشوفوا ناس كتعتقل، ما بغيناش نشوفوا الناس كتدوز رمضان بعيدا عن الأهل ديالها. إذا كما كتشوفوا الإخوان إحنا حاليا بالقرب من المارشي الجديد اللي هذا مازال ما تفتحش هذه المنطقة، مازال ما تحلش هذا، ونتمنى إن شاء الله يتحل بعد رمضان مباشرة باش يكون داك شيء منظم 100%. إذا كما كتشوفوا إخواني أخواتي إحنا هنا في سلوان في هذه المنطقة اللي ما بعيداش بزاف على مدينة الناظور، واحد 11 كيلومتر اللي بعيدة هذه المنطقة على مدينة الناظور، واللي كتوفر على سوق أسبوعي. وكما كتعرفوا أنه السوق الأسبوعي ممنوع هنا في سلوان، تمنع هنا في سلوان بسبب أنتم راكم عارفين أن جميع الأسواق الأسبوعية ممنوع الدار في مختلف مدن المملكة المغربية. تحية أخويا عزيز، وتحية للنصطات، وتحية للمختلف الإخوان والأخوات اللي حاليا متبعيننا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم من جماعة سلوان في هذه الجولة الليلية. والحمد لله في هذه الجولة تبين أنه بطبيعة الحال الوقت أخويا محمد راه معطل بزاف، داك الشيء علاش الناس كلشي داخل دورهم. حنا إن شاء الله غادي نجيو إن شاء الله بإذن الله، نجيو غدا مع الثلاثة ولا الجوج باش نشوفوا الحقيقة ديال هذه المنطقة اللي تلقينا العديد من الشكايات والعديد من الناس اللي كتسأل علاش الناس ديال سلوان يعني ما بغاوش يدخلوا المنازل ديالهم، خاصة وأنه كما كتعرفوا أن واحد السيد اللي كان تصاب هنا من سلوان والحمد لله غادر المستشفى. إذن إخواني أخواتي دائما مستمرين معكم في هذا البث المباشر، ونتمنى إن شاء الله أنه كما قلت لكم قبيلات ما تعتقلت شي واحد في هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر المبارك، خاصة إخوان أنه لمصلحة الوطن ومصلحة المواطن أنه يبقى في المنزل دياله. وإن شاء الله الشهر فقط وغادي يدوز، نتمنى من أعماق القلب أنه تعود المياه للمجاري ديالها بإذن الله في القريب العاجل. مجموعة من الإخوان اللي بغى يعرفوا الحالة ديال الفيروس كورونا هنايا بمدينة الناظور، بطبيعة الحال مدينة الناظور ولله الحمد هذه أيام ما سجلت شي حالة أو ما تسجلت شي حالة الحمد لله هنايا في المستشفى الحسني ديال مدينة الناظور. فقط هناك 5 حالات ديال الشفاء، 3 ديال الإخوان داوهم الوجدة، امرأة حامل الحمد لله وضعت المولود ديالها بصحة جيدة، وكذلك جوج الإخوان عندهم دياليز داوهم كذلك الوجدة. إذن يعني الحالة مستقرة جدا هنايا في المستشفى الحسني في مدينة الناظور، وهذا شيء يبشر بالخير. هذا لا يعني أن الإخوان أننا نسمعوا هذه الأخبار الجميلة الإيجابية. تحية لخويا الحسين والناس أيت ملول، خويا الحسين والناس أيت ملول، كيف داير الأجواء في أيت ملول أخويا الحسين؟ واش الناس كتخرج، الناس ما كتسمعش الهضرة إلى غير ذلك؟ حاول تقربنا أكثر. إذا كما قلت لكم الإخوان أنه الوضعية في مدينة الناظور من ناحية تاع الوباء كورونا وضعية جيدة،
هذا لا يعني، الحمد لله، هذا لا يعني اننا نخرج من المنازل ديالنا وندورو بواحد الشكل عادي، لا، هذا خطا كبير يقدر يترتكب، يقدر واحد يعدي جميع الناس ونعودوا عاوتاني من الصفر عاوتاني. اذا كذلك الاخوان اللي تسولوا على مدينه مليليا، مدينه مليليا المحتله كانت فيها ازيد من 116 حاله او اكثر، الحمد لله 55 حاله شفاء او ازيد من 50 حاله شفاء، ازيد من 55 حاله شفاء ولله الحمد. بالنسبه لمليليا، بالنسبه للانعاش خرجوا جميع الناس المواطنين سواء اسبان او من اصول مغربيه، خرجوا من الانعاش. دابا حاليا الانعاش عندهم خاوي، فقط بقات ازيد من 50 حاله، يعني تتلقى العلاج بشكل جد عادي. اخواني اخواتي، تحيه من الداخله الناس سلوان، تحيه لك خويا محمد، وتحيه كذلك الناس الداخله. كنا معولين عليكم انكم نتوما تشوفوا الهلال اليوم، لكن للاسف تعذر الرؤيه ديال الهلال. بطبيعه الحال الهلال في عمره 17 ساعه لا يمكن ان نراه حتى بالتلسكوب، لا يمكن. الهلال يتيبان فاش توصل 18 ساعه نقدروا نشوفوا الهلال، اما في 17 ساعه ما نقدروا نشوفوا الهلال، وكتبقى ديك 5 دقائق تنزل فيها. اذا يصعب اننا نشوفوا الهلال في هذا اليوم هذا. اذا الحمد لله المملكه المغربيه راه غادي في الطريق الصحيح، والحمد لله منذ يعني المملكه المغربيه بدات كتشوف هذا الهلال، وحنا كنصوموا في التاريخ الحقيقي، وحنا كنصوموا في وكنعيدوا في عيد حقيقي، يعني الحمد لله بدون اي خطا عكس باقي الدول العربيه يعني اللي كدير داكشي ديالها. الحمد لله المغرب يعتمد على المناديب ديالو والنظار ديالو والاخوان ديال العدول في جميع مدن المملكه المغربيه، والحمد لله انتم ما كنتوش شفتوا قبيلات اننا طلعنا للصومعه ديال المسجد محمد السادس. بطبيعه الحال شوف تي في نقلت لكم العمليه نتاع رؤيه الهلال مباشره عبر قناه شوف تي في، وهذا نوع من الشفافيه ونوع من المصداقيه حتى يعني لا نمرر بعض المعطيات اللي هي خاطئه. تحيه الناس مراكش، وتحيه لجميع الاخوان، تحيه الناس الدول الاسكندنافيا، الدنمارك، السويد، شكرا لجدان. تحيه لجميع الاخوان والاخوات اللي متبعينا في هذا السمر الليلي. اذا كما كتشوفوا الاخوان حنايا في منطقه سلوان، هذه المنطقه الجميله اللي كتوفر على سجن محلي، كتوفر على كليه متعدده التخصصات، كتوفر على حي جامعي وجوج ديال الاحياء الصناعيه، بما ان مدينه الناظور ما فيهاش حي صناعي، كاين هنايا في سلوان في جماعه سلوان حي صناعي في طريق ديال زيو الرابط بين زيو وسلوان وبركان، وحي صناعي الرابط بين عروي وسلوان. اذا هادو هما المعلومات حول هذه المدينه الجميله الرائعه. تحيه لخويا كازا علي ايت مبارك، وتحيه للناس الدار البيضاء وجميع العملات ديال الدار البيضاء. الحمد لله نتمنى الله سبحانه وتعالى انه هذه المدينه ربي يحفظها، لانها مدينه اقتصاديه وتشكل واحد النقطه مهمه في المملكه المغربيه، الدار البيضاء، وما ادراك ما الدار البيضاء، هذه العاصمه الاقتصاديه، هذا المحرك او الدينامو ديال المملكه المغربيه. بطبيعه الحال الدينامو الاقتصادي، والحمد لله عندما نتحدث عن الدار البيضاء نتحدث عن العديد من المناصب ديال الشغل، العديد من الشركات، العديد من المنشآت، العديد كذلك من الموانئ الى غير ذلك. وهذا فخر للمغرب ان تكون عنده مدينه اسمها مدينه الدار البيضاء، مدينه بطبيعه الحال مدينه المقاومه، مدينه الحضاره، مدينه الكره، مدينه الفرجه. بطبيعه الحال مدينه الدار البيضاء لا يمكن احد ان لا يتفق معي في هذه الاوصاف اللي عطيتها، فهو قليل في حقها. اذا تحيه من الناس ديال الناظور لجميع الاخوان ديال الدار البيضاء اللي حاليا يتابعوننا في هذا البث المباشر. تحيه للحسين، وتحيه للناس القنيطره، والناس البهديه، والناس الطيبي، والناس بوخناد، والناس سلا، وجميع الاخوان يعني على الساحل ديال المحيط الاطلنطي، كنحييهم من الساحل ديال البحر الابيض المتوسط. طبيعه الحال مدينه الناظور
ومدينة الدار البيضاء والقنيطرة، الحمد لله جميع المدن هذه اللي ذكرت أنها مدن ساحلية، مدن جميلة لها واحد ثروة سمكية كبيرة، والحمد لله خير دليل على ذلك الأسواق المغربية الحمد لله المليئة بهذه الثروات السمكية ولله الحمد. أكيد ناس بوهرة وناس القشاطية وجميع الأحياء الشعبية بمدينة سلوان تستحق منا التحية، ونقول لكم طبعة الحال من قناة شوف تيفي نقول لكم رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير، يعني إن شاء الله نصوموا بواحد الصحة جيدة وعقبال إن شاء الله للعيد والعيد الأضحى إلى غير ذلك من المناسبات الدينية. طبعا الحال ما ننساوش الجالية المغربية، ما ننساوش الجالية المغربية المقيمة بفرنسا، بلجيكا، إسبانيا، هولندا، البرتغال، السويد، الدنمارك، النرويج، الأمريكيتين والعديد، آسيا كذلك، يعني المغاربة الحمد لله متواجدين في جميع المدن أو جميع دول العواصم ديال العالم متواجدين ولله الحمد، وهذا يعني الحمد لله فخر للمغاربة والمغاربة بصفة عامة. إذا كما كتشوفوا إخواني أخواتي، احنا دائما هنا في مدينة سلوان، هذه المدينة الساحرة الجميلة اللي احتضن لكم هذه المعطيات على هذه المدن الجميلة. فبعد الحال كنقول لكم عيد مبارك سعيد وكل عام أنتم بخير، رمضان مبارك سعيد عفوا وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله تصوموا بصحة والسلامة. شكرا لك خويا والناس سيدي قاسم، نتمنى إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، وسلامي من مدينة الناظور للإخوان ديال سيدي قاسم ديال القنيطرة ومختلف مدن المملكة المغربية. إذا دمتم في رعاية الله ودمتم سالمين لأهليك ديالكم، الأبناء ديالكم والأمهات ديالكم والأباء ديالكم، تهلاو في راسكم بزاف وإن شاء الله نتلاقاو بكم في القريب العاجل. تحية لسي عزيز وتحية للجميع الإخوان. أكيد أخويا الكلام يطمئن لأن الحقيقة هي هذه، الحمد لله فيروس كورونا هنا بمدينة الناظور يعني قريبا سننتهي منه بإذن الله سبحانه وتعالى، كذلك مليليا الجارة مليليا المحتلة كذلك يعني قريب إن شاء الله ينتهي منه، كذلك بركان كذلك وجدة، نتمنى إن شاء الله نبعدوا من البؤر ونبقوا في المنازل ديالنا، فقط نصبروا بقات لنا تقريبا 31 يوم إن شاء الله نزيدوها في المنازل ديالنا، وإن شاء الله الأجواء غادي تمشي إن شاء الله في واحد الاتجاه اللي هو إيجابي. إذن شكرا لكم على التتبع ديالكم، دائما كان معكم قراش محمد من مدينة الناظور، مكتب شوف تيفي من مدينة الناظور، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.